نفض الفريق الكبير اللي لعب إلى أسماء كثيرة يعني كل بما فيهم المتحدث، ليش دائما يعني كان مرشح دائما إنه يكون بطل دوري أو يكون يعني بطل كأس، لكن الخطوات الأخيرة، خطوات الأخيرة فعل فاعل. أها. تصريح. هذا تصريح. هذا تصريح ماتي بالعيد. وأتمنى ما يزعلون من عندي أعضاء الاتحاد. هو وجهة نظر. بل في 2018 إحنا والجوية يعني هاي دائما أحكيها أنا. نعم. مع الأسف يعني إحنا قريبين على الدوري يعني لحد يمكن الأدوار الأخيرة إحنا فرق نقاط. نعم. بس صار تأجيل مباراة يعني كان هو حلمنا هذا يعني حلم الإدارة. وحلم الاستاذ ابو شوقه عميد الاداريين، حلمنا كنا بين هذا النادي يستحق، بس انت قلت الخطوات الاخيره الحمد لله. اعتقد الموسم اللي احرز به النفط المركز الثاني. نعم المركز الثاني كان الثاني يعني كان موسم خرافي يعتبر، يعني هذا موسم يمكن افضل المواسم للكره النفطيه يعني الحمد لله، من ناحيه اللاعبين، من ناحيه الكادر، من ناحيه الاداره، من ناحيه العمل، من ناحيه المستوى الفني، كلها كانت موجوده. نتمنى ان شاء الله السنوات القادمه لازم فريق النفط يرجع لهذا الوضع.